اختتم صباح اليوم الرئيس الوطني لحزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية اختتم فعاليات المؤتمر العادي للحزب والذي جاء تحت شعار النساء شقائق الرجال. تقرير عبد الله هارون مرمح. وسط وشعبي كبير نظم أعضاء حزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية حفلا بمناسبة اختتام فعاليات المؤتمر العادي الأول للحزب والذي جاء تحت شعار النساء شقائق الرجال. هذا وقد استهلت المناسبة الختامية بكلمة العميد العامة لقطاع المرأة في الحزب السيدة عفاف صالح برمة كلمة باسم جميع النساء المنضويات تحت حزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية. الحزب الذي أولى اهتمامه الكبير بالمرأة صانعة الرجال ومربية الأطفال وأساس الأسرة، فهي الأم وهي الأخت وهي الإبنة وهي الزوجة وهي التي تخرج الأفراد الصالحين. أما الرئيس الوطني للحزب خليل علي أسمان قدم كلمة مطولة أشار فيها بضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية النموذجية وذلك لضمان توحيد الوحدة الوطنية والحكم الرشيد والتنمية المستدامة وتعددية الأحزاب السياسية وغيرها. وحزبنا كحزب الناشئ يهدف من خلال مناضليه الذين نظموا اختياريا نظرا لاتفاق مجموعة من المبادئ الوطنية التشادية والمصالح العامة للشعب التشادي إلى بناء هيكله التنظيمي الذي يحدد من خلاله المهام والمسؤوليات. هذا وتجدر الإشارة بأن حزب المناضلين من أجل الشعب التشادي على الاستعداد لخوض عملية الانتخابات القادمة.